وايد ناس يقولون في لحظة ما أنا ما عشت حياتي ويتألمون وغيرهم يرأف بحالهم، ولكن شنو مفهوم أنا ما عشت حياتي؟ وشنو يبي الإنسان أو يحتاج عشان يعيش حياته؟ هل اللي ينقصه المال أو يشوف نفسه ناقصه جمال هو اللي ما عاش حياته؟ هل اللي ما تزوج هو اللي ما عاش حياته؟ هل اللي ما سافر هو اللي ما عاش حياته؟ اللي ما عاش حياته هو اللي ناسي أسباب خلقه وأصبح لاهي في مغريات هذه الدنيا. إحنا هني نعمل على تجهيز الحياة الحقيقية، لأن الحياة قدام مو هذه الحياة. في حلقتنا هذه نسأل أنفسنا، كم عمرك الحقيقي؟ أو كم عمرك اللي عشته؟ كم عمرك اللي ضيعته؟ حلوة الدنيا باطمئنان، تعيش براحة يا إنسان، لأن فيها رضا الرحمن. تطمئن تطمئن، ربك يسمعك ويشوف، يبيك تشيل من كل خوف، أمانك نعمة ليش الطوف. تطمئن تطمئن، دامك ما ظلمت إنسان، وقلبك بالرضا عمران، نصيبك جنة الرحمن. تطمئن تطمئن. أكو شخص سافر إلى مكان بعيد وحب يزور بعض الأماكن، فوجد أمامه مقبرة، ومن باب إذا ضاقت الصدور فزور القبور حب يدخل هذا المكان يشوفها. ولكن اكتشف أمر غريب جدا، من خلال زيارته للقبور وجد أن الأعمار كلها صغيرة، سنة سنتين ثلاث، أكبر واحد يمكن 7 سنوات. استغرب هذا الرجل، فنادى حارس المقبرة قال له: تعال، شنو هذه مقبرة أطفال؟ ولا ما يموتون عندكم في هالمدينة إلا صغار في السن؟ قال: لا يا سيدي، إحنا نسجل العمر الحقيقي، العمر اللي عاش الإنسان فقط. فدائما نسأل الناس قبل لا تموت: كم عمرك وصلت؟ كم عمرك؟ على سبيل المثال، هذا اللي تشوفه عمره 7 سنوات هذا عمره 60 سنة، واللي عمره 2 عمره 30 سنة. إحنا نسجل العمر الحقيقي، العمر اللي عاش الإنسان. أنت شنو حاب نسجل لك العمر؟ قال: أنا والله يمكن ما زيد على سنة، سجل لي سنة. عموما هذه قصة رمزية، ولكن نبي نعرف من خلالها كم عمرك الحقيقي. امرأة من قوم سيدنا موسى توفى ابنها، كان عمره 900 سنة، قعدت تبكي عليه تقول: هذا الولد شباب ما عاش حياته، بس 900 سنة. وأول كانوا يعيشون للتوضيح 1500 إلى 2000 سنة. فيا شخص أثناء البكاء فقال لها، يبي يصبرها، قال لها: يأتي زمان الناس تعيش 70-80 سنة بس. قعدت تضحك، قالت: 70 سنة؟ والله أخلصها بركتين. العمر الحقيقي اللي عشناه لازم نعرف من خلاله العمر الإجمالي. عمرك الإجمالي يا إنسان هو يمر سريع، والعمر ثواني، ثواني عند الله أو أجزاء من الثانية. هذا عمرك الحقيقي اللي أنت مغتر فيه كأنه سنوات. من خلال هذا العمر أنت تقيس الثواني هذه، كم ثانية عشتها وكم ثانية ما عشتها. وللتوضيح أكثر، هناك قصة رائعة توضح لك يا إنسان عمرك من خلال أيامك اللي عشتها وأيامك اللي راحت هباء منثورة ما تحسب لك عند الله. كان هناك شخص اختلف مع زوجته في أمر ما، واشتد هذا الخلاف، بلحظة غضب طردها من البيت، ولكن أقسم قسم بما معناه، قال لها: أقسم بالله أنك لن تعودي إلى البيت إلا في يوم أغبر ليس به نور. هو ما كان يعرف هذا القسم شنو، ولكن لحظة غضب حب يعبر أن هي ما راح ترجع نهائياً لبيتها، طردها بيت أهلها. فالمرأة جمعت أغراضها وراحت بيت أهلها. بعد فترة هدأ الرجل، حس بالذنب، قال: أنا شنو سويت؟
ولكن هو أقسم قسم ما يعرف معناه. بيردها الحين راح إلى شيخ القرية، قال له يا شيخ القصة 1 2 3، أنا غضبت على زوجتي وأقسمت قسم أنها لن تعود إلا في يوم أغبر ليس به نور. الشيخ شنو قال له؟ قال له سامحك الله، من أين أأتي لك بيوم أغبر ليس به نور؟ من وين يجيب لك هذا اليوم؟ من وين جبت القسم هذا؟ لا أنا ما عندي فتوى لك، بس تدري شلون؟ روحك شيخ المدينة لعله يخبرك أو يعطيك فتوى عن هذا اليوم، ممكن ترد في زوجتك، أما أنا لا والله ما أقدر أقول لك فتوى. فرد البيت، وطبعا المدينة يحتاج أنه يسافر لها سفر يوم كامل خلينا نقول. فيوم قعد في البيت نام ذيك الليلة، طبعا هو ما نام، كان سهران يفكر في هذا الأمر وشلون يرد زوجته ومن وين يال هذا القسم. قعد الصبح، قعد الصبح متأخر لأنه كان سهران، فراح إلى المدينة. وصل في صلاة العصر إلى المدينة، صلى في المسجد وانتظر الشيخ، وراح ليوم فرغ من الصلاة وقال له يا شيخ أنا قصتي 1 2 3، ورحت حق شيخ القرية وقال والله ما عندي لك، روح حق شيخ المدينة. قال له سامحك الله، من وين أجيب لك يوم أغبر ما في نور؟ عطى نفس الإجابة اللي عطاه شيخ القرية مع أنه أكثر علم في الشريعة. فرد هذا الرجل بخفي حنين على قولتهم، ورد حزين جسمه هزيل، رد يمشي وجد أمامه سوق قعد، فشاف أحد الأشخاص اللي يبيعون، فقال له شنو قصتك؟ قال له 1 2 3، وأنا الحين ماني قادر أرد زوجتي، شنو العمل ماني عارفة. قال له الحل عندي، شفت الشخص هناك اللي يجلس في أطراف السوق؟ قال له هذا الأشعث الأغبر اللي، قال له إيه هذا الشخص هو اللي يعطيك حل. ما كان مؤمن أن هذا الشخص يعطي حل من خلال هيئته، ولكن قال خلاص أمري لله، أنا ما عندي حل، أنا بروح له، بروح له وبقول له القصة وخلي يعطيني، أسمع اللي أسمعه أكثر من اللي سمعته ماكو. راح له قال له السلام عليكم، رد عليه هذا الشخص، هو شخص حكيم، شخص كان زاهد في الدنيا ويجلس في أطراف السوق. قال له وعليكم السلام يا غافل. قال يا غافل؟ استغرب، ما يعرفني، شلون غافل شلون يعرف؟ قال أوكي خلينا نكمل وياه. قال له أنا بقول لك قصتي، ممكن تعطيني حل؟ قال له تكلم يا غافل تكلم. قال له القصة 1 2 3، قال له يا ابن الحلال أنا برد زوجتي وماني عارف، والله كانت لحظة غضب، ماني عارف شلون أرد زوجتي. قال له إيه دعني أسألك أسئلة. قال له تفضل. قال له هل صليت اليوم الصبح في جماعة؟ قال له لا والله أنا كنت سهران أمس أفكر في الموضوع وقعدت متأخر، فكان عندي سفر والله طافتني صلاة الصبح أو صلاة الفجر. قال له إيه هل قرأت شيئا من القرآن؟ قال له يا رجل أنا أبي حل، الله يرضى لي عليك، مو تقعد تحاسبني، عندك حل ولا ما عندك؟ قال له أجبني. قال أمر لله خليني أجاوبك، لا والله ما قرأت شيء من القرآن. قال له هل رأيت والدتك اليوم؟ قال له لا والله قعدت متأخر وتدري وراي سفر المدينة يوم كامل، فطلعت ولا شفت والدتي ولا صليت الفجر في جماعة ولا قرأت شيئا من القرآن. شنو قال له هذا الحكيم؟ قال له اذهب وعد بزوجتك فليس هناك يوم أغبر كيومك هذا. طلع الرجال مستانس أن هذا اليوم العاشة يوم أغبر، مستانس لأنه لقى فتوى عشان يرد زوجته. ولكن الحكمة من هذه القصة، كم يوم أغبر مر علينا في حياتنا، كم يوم أغبر لا يحسب لنا أمام الله، كم يوم أغبر ما عشنا في الحقيقة. انتبه لنفسك عشان تعرف انك عايش حياتك ولا لا، عيشها صح، وعسى ربي لا يورينا يوم أغبر في حياتنا. حلوة الدنيا باطمئنان، تعيش براحة يا إنسان، لأن فيها رضا الرحمن، تطمئن تطمئن.
ربك يسمعك ويشوف، يبيك تشيل من كل خوف، امانك نعمه ليش تطوف؟ تطمن تطمن، دامك ما ظلمت انسان وقلبك بالرضا عمران، نصيبك جنة الرحمن. تطمن تطمن.